انطلق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته 31 في مسرح البحرين الوطني مع حفل أوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو الدكتور مبارك نجم. وقد حضر حفل افتتاح المهرجان عدد من أصحاب السعادة الوزراء والشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى إلى جانب عدد كبير من المهتمين بالحراك الثقافي. التفاصيل في سياق تقرير الزميل طلال نايف. من على خشبة مسرح البحرين الوطني افتتح مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته 31 مع حفل أوركسترا البحرين بقيادة المايسترو الدكتور مبارك نجم، الذي شهد إبداعاته العديد من المهتمين بالجانب الموسيقي والحراك الثقافي في مملكة البحرين، وأخذهم في رحلة إلى ثقافات عديدة، حيث يعد هذا الحفل هو الانطلاقة الرسمية لأوركسترا البحرين الفيلهارمونية. قامت هذه الفرقة المكونة من أكثر من 100 شخص بتقديم إبداعاتهم من الألحان البحرينية والعربية التي ساقها المايسترو الدكتور مبارك نجم في قوالب فنية تدمج الموسيقى الكلاسيكية العالمية مع سحر ورونق الموسيقى والألحان العربية للترويج للوجه الحضاري لمملكة البحرين حول العالم. يأتي هذا المهرجان ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها هيئة البحرين للثقافة والآثار لإثراء الحراك الثقافي في المملكة. تواجدنا اليوم في مسرح البحرين الوطني ونحن على مشارف الاحتفاء بعشر سنوات من إنشاء هذا الصرح الثقافي المهم، والذي أتى بدعم كريم من صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، يأتي إيمانا منا بأهمية هذه المواقع لأن تكون رافد من روافد التنمية الثقافية في البحرين. ولعل أوركسترا البحرين الفيلهارمونية لهي دلالة على ما توليه البحرين من أهمية في استثمار المواهب الموسيقية لتكون رسالة البحرين للعالم ضمن الثقافة وضمن الفنون. سعيد جدا أنا طبعا أن اليوم هو إعلان أو إطلاق أوركسترا البحرين الفيلهارمونية في مناسبة جميلة، وهي مناسبة مهرجان البحرين الدولي للموسيقى. طبعا هذا حلم فنانين وحلم الأدباء هم أو المهتمين بالموسيقى أن البحرين يكون عندها أوركسترا سيمفوني، بالإضافة إلى ذي أنه هو حفل على المسرح الوطني بنقدم فيه أعمال موسيقية عالمية وأعمال بحرينية أوركسترالية وبرنامج منوع وشيق. انطباعها طبعا جيد جدا لأنه أنت شايف الحضور بشكل كبير جدا، والناس ترغب في أن ترى موسيقاها تصعد إلى العالمية ونتائجها يصير إن شاء الله أفضل وأفضل. وتعكس هذه النسخة من المهرجان استدامة الاحتفاء بالموسيقى في مملكة البحرين التي حظيت بدعم مباشر من قبل جلالة الملك المعظم، كونها لغة الشعوب لإيصال رسالة المحبة من خلال مسرح البحرين الوطني للعالم أجمع، وتعبر عن عراقة الأمم وتطورها، حيث سيسلط المهرجان الضوء على مدار أيامه مختلف الأنماط الموسيقية والغنائية الشعبية والحديثة المحلية والعربية والعالمية في توليفة موسيقية متناغمة يصدح بألحانها الفنانون على مدار أيام المهرجان. افتتاح مهرجان البحرين الدولي للموسيقى بقيادة المبدع البحريني المايسترو الدكتور مبارك نجم يؤكد على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالحراك الثقافي لما له من أهمية كبرى في التعبير عن السلام ونشر المحبة. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.